اهلا بكم في فيديو جديد من قناة تفجير وتدمير. يا جماعة بصراحة انا امبارح فقت على صدمة كبيرة ما كنتش متخيل ابدا ابدا ان ممكن يحصل الكلام ده. تخيلوا انا داخل على القناة بتاعتي بالليل الاقي لك جاي لي رسالة بيقول ايه ان انت لو لقيت الارباح قلت عندك في الفترة الاخيرة فده بسبب ان في بعض المقاطع غير مؤهلة للربح وغير مناسبة للمعلنين. قلت ازاي الكلام ده لسه يا جدعان لسه اول امبارح مراجع الفيديوهات اللي على القناه كلها واحده واحده ومتاكد ان كلها متفعله ربح وتمام. كان المهم دوست الاقي لك فيديوهات بالجمله علامه الاس الخضراء تحولت لاس صفراء وكاتب لي غير مناسب للمعلنين. فاستغربت اني ببص كلها فيديوهات جيم بلاي عاديه جدا، جيم بلاي اللي جاتا في، جيم بلاي اللي مش عارف ايه، عادي فيديوهات حتى ما فيهاش حاجه عليها حقوق ولا فيها اي حاجه خالص مش مناسبه للمعلنين. ودلوقتي يا جماعه انا هخش على قناتي اهو اوري لكم الكارثه اللي حصلت. ادي القناه بتاعتي اهي تفجير وتدمير. تمام، تعالوا هنخش على مدير الفيديو. بصوا اهي هي دي الرساله اللي جت لي فجاه، تستعرض مقاطع الفيديو. الاقي لك بص كل ده يا لهوي، كل دي غير مناسبه للمعلنين. بصوا يا جدعان كميه الفيديوهات قد ايه. انا الكلام ده كان مثلا يحصل في فيديو كل فين وفين واقوم اعدل مثلا الغلاف اظبط حاجه بسيطه ويتراجع ويبقى مناسب تاني، انما في كل دول قلت اليوتيوب شكله عامل قوانين جديده او عامل حاجه جديده لاني مستحيل الموضوع ده مش طبيعي. فالمهم سالت يعني وكده في الجروبات، اتلقيت في كذا واحد حصل معاه نفس الكلام، وفي ناس بتقول يا جدعان ده الفيديو بقى لازم يحقق 1000 مشاهده عشان يحقق الربح. طبعا دي كارثه بكل المقاييس. المهم قلت اتاكد يعني من الكلام ده وكده، اتلاقيت في فعلا فيديوهات على النت بتشرح التحديث الاخير لليوتيوب وازاي انه عشوائي وبدون اي سبب بقى يوقف لك ربح فيديوهات ويقول لك عشان تراجعه لازم يكون على الاقل جاب 1000 مشاهده. مثلا ده الفيديو اللي انا لسه حاطه امبارح ده، هطلب اجراء مراجعه. تمام، هيقول لي ايه طلب اجراء مراجعه يدويه. بصوا ده اهي دي الرساله الجديده اللي بقول لكم عليها، بيقول لك ايه يمكننا حاليا مراجعه فقط مقاطع الفيديو التي حققت على الاقل 1000 مشاهده في الايام السبعه الاخيره. سنراجع الفيديو عند بلوغ الحد الادنى المحدد وسنبلغك بقرارنا النهائي في غضون اسبوع. عاده اسبوع ايه ده؟ اسبوع ده يكون الفيديو اتشاف وخلاص وخلص وقدم وراحت عليه يعني خلاص انتوا بتضيعوا ربح فيديو بالكامل مثلا. طبعا يا جماعه عايز اقول حاجه، بس في ناس على الفيس يعني اللي هو ايه عارف كل ما تقول له حاجه يقول لك الديسلايكات. يعني بقول لهم يا جدعان انا حصل عندي كده يا فادي عشان قناتك عليها ديسلايكات، انت عايز تكسب وانت عندك ديسلايكات. هو يوم باين من اوله يا جدعان الديسلايكات مالهاش علاقه بالموضوع، يقول لك لا عشان عليها ديسلايكات. طب اقول لهم طب يا جدعان انا عامل فيديو جديد ولسه ما عليهوش مشاهده ومخليه خاص، ها لسه الفيديو لسه ما نشرتوش حتى وجاي لي برده غير مناسب للمعلنين. يقول لك يا فادي برده الديسلايكات يا فادي. يا جدعان بقى فوقوا بقى عشان ما تصدموش انتوا كمان، ما انت هيجي لكم التحديث ده هيجي للكل. هو بس الموضوع موضوع وقت، تحديث هيجي لكم. المهم يا جماعه اللي انا عايز اقوله الكارثه ان ده دمر احلام اليوتيوبرز. في ناس هتقول لي فادي ده القنوات الصغيره بس هي اللي هتعاني، هقول لك لا ده الكارثه الاكبر عند القنوات الكبيره. انتوا متخيلين قناه كبيره مثلا عنده 3 مليون مشترك هينشر فيديو هيجيب له مثلا من اول يوم 200,000 مشاهده. في ناس قنوات كبيره وجالهم الحكايه دي على فيديوهات معديه ال 1000 مشاهده. ادي قناه كبيره اللي هي قناه نوح جي 456. تمام اهو قناه اكتر من 3 مليون مشترك اهو اتكلم عن المشكله ديت. يوتيوب ديمونتايز ماي شانل 70 فيديو شل ربحهم. بقول لك عنده مش عارف كام فيديو 70 فيديو شل ربحهم ليه يعني؟
وبدون سبب، حرام يعني، حرام يعني. الراجل ده تعب في محتوى ويجي يحصل معاه بعد كده، حرام حرام يعني. انتوا عارفين يا جماعه، لو كان مثلا ان انت الفيديو اول لما تنشره يجيب لك كده اوتوماتيك، اما يجيب 1000 مشاهده تقوم العلامه تتحول لاس خضراء ويتفعل الرب، كان مفيش اي مشكله. لكن الكارثه، انت دلوقتي قناه كبيره، اول يوم نشرت الفيديو جالك 200000 مشاهده، جالك عليه غير مناسب للمعلنين، طالما معدي ال1000 مشاهده هتطلب ايه؟ مراجعه. بيقول لك نرد عليك بالقرار بتاعنا خلال اسبوع. اسبوع اسبوع يا باشا، اسبوع. انت عارفين يعني ايه اسبوع؟ اسبوع ده يعني تكون سيادتك جبت في الاسبوع المليون مشاهده، ها، كل دول اتشفطوا، كل دول راح عليك، مليون مشاهده راح عليك، عقبال ما يوافقولك على الربح من الفيديو. يعني من الاخر، القنوات الكبيره اتدمرت، والقنوات الصغيره اتدمر حلمها في ان هي تبقى حاجه في يوم من الايام. بس اليوتيوب، اليوتيوب ما عادش زي الاول بصراحه. انا فقري يعني، انا فكرت في اليوتيوب متاخر، ويوم ما فكرت فيه، بصوا يا جماعه، اول لما بدات انشر فيديوهات على اليوتيوب، انا عامل القناه من 2011، بس ما كانش ليا قوي في الفيديوهات، كنتش فاهم استخدمه ازاي، فكنت سايبها لغايه في 2015 بدات اعمل كام فيديو هبل كده ما لهمش لازمه، وبعد كده ابتديت من 2017 هو اللي ابتديت اشتغل بجد على القناه. اول لما بدات ما فيش كام يوم قال لك الاعلانات اختفت من اليوتيوب، عشان مش عارف مشكله حصلت وفيديو لداعش وجعل اعلانات، فالمعلنين سحبوا اعلاناتهم. قلت استنى ونشوف هيحصل ايه. قعدت مستني بكام يوم، قال لك يا جماعه القنوات هتبقى تتراجع لما تحقق 10000 مشاهده، تبدا تكسب. قلت ماشي. تعبت، قعدت انشر فيديوهات كتير لغايه ما جبت ال 10000 مشاهده، قلت اخيرا بقى نبدا نكسب. مفيش بعدها بكام شهر لقيت لك القرار بتاع ان الفيديو لازم يعدي ال 1000. كلمه صريحه كده وواضحه، اليوتيوب مات، مات تماما تماما، مات. انت اخرك في اليوتيوب دلوقتي انك تستمر مثلا في نشر فيديوهات، تكسب عن طريق اختصار روابط او فايل ابلود بطريقه غير مباشره، او مثلا ان انت تكسب عن طريق اللي هو الناس بقى، المعلنين الخارجيين، اللي هو شركه نيفيديا تعرض عليك ان انت ترجع لها كارت ويدوا لك كارت هديه، او شركه تعرض عليك فلوس مقابل تعمل لها اعلان، ولا عاد فرق بقى لايكات ولا ديسلايكات. هو كده خلاص، هو خلاص بقى، تجي تتعب بقى في عمل فيديو حلو وتجيب لايكات كل ده انسوا خلاص. شكرا جدا لكم، والى لقاء اخر في فيديو جديد.